20 يناير من 30/6 غير قابلة أبدا إن حد يستطيع أن يقع هذه الأمور. هننجح وهنتقدم وهنتغلب على كل الصعاب والتحديات اللي احنا اتفقنا عليها. أنا ما عنديش شك أبدا في نصر ربنا لينا، لأن احنا المصريين بنسعى للسلام وبنسعى للأمن والاستقرار والبناء والتعليم والخير، مش لحاجة تانية. بطلب منكم وبطلب من كل اللي بيسمعني يدعو لمصر، يدعو لمصر ويدعو لمصر للمنطقة العربية بالكامل إنها تنجو من الفتن والشرور المحيطة بها. إن شاء الله تنجو وستتحرر مصر والمنطقة العربية.